بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. في البداية بحب أعتذر لحضراتكم عن المدة اللي فاتت دي، طولت عليكم كتير، ما كنتش موجود. طبعا كان في أكثر من ظرف يعني اتأخرنا عليكم فيه. بداية طبعا كان النت عندي فيه مشكلة طبعا، وبرضه التليفون. تاني حاجة كنا مشغولين ببعض الظروف الخاصة عندنا في العيلة، فرح ابن أخويا. فطبعا بنعتذر لحضراتكم عن الفترة اللي فاتت دي، بقالنا يجي تقريبا شهر ما تواصلناش معاكم، وإن شاء الله رجعنا لكم وإن شاء الله مستمرين معاكم. وهنقدم لكم النهاردة معانا في المقطع الجديد ده ركنة كلاسيك، برضو إن شاء الله تعودنا عليها. الركنة ألوانها جميلة جدا، رصاصي فيفراني أو رصاصي آفل مع طبعا مشجر. الركنة ما شاء الله زي ما قدام حضراتكم معمول فيها شغل كتير جدا. دي الترابيزة بتاعتها مدهونة برضو رصاصي فيفراني، لو لاحظتوا الحلية اللي فوق والفرم اللي فوق معمولة فيفراني عين. كمان معمولها طقم عجل بتتحرك كمان لسهولة الحركة. الرخام بتاعها معمول برضو أسمر في أبيض في رصاصي علشان يناسب الألوان الركنة. ما شاء الله الركنة فيها ألوان جميلة جدا. ده اليد بتاعها معمول نظام مربعات ودبوس نيكل على الجنب علشان يدي شكل. كمان الصدر مشغول وفي زراير نيكل معمولة كابوتينيه. طبعا احنا عاملين شغل جديد نوردي في الركنة دي لأول مرة نعمله في الركنة. الركنة متقسمة نصين، واخدين الظهر مقسمينه نصين، نص كابوتينيه. ده طبعا سرير كان في الغرفة معانا في الركنة. بقول لحضراتكم الركنة واخدة شكلين، قاسمين الظهر نص كابوتينيه ونص مربعات أو سن إبرة زي ما بنسميه احنا. الركنة ما شاء الله ألوانها جميلة جدا ومتناسقة مع الحيطة. ده زي ما قلت لحضراتكم ده المربعات اللي على الجنب. طبعا الزبون طلب ان احنا ندخل فيها مشجر عشان يفتحها شويه ويشكلها. ده الصدر زي ما بقول لحضراتكم كابوتينيه، برضه معمول كابوتينيه وفي زراير. ده مربعات، الشلت مربعات، ده الشلت مربعات برضه يعني نظام سن ابره، جميل جدا طبعا بدي شكل وشكل جديد يعني غير التقليدي اللي تعودنا عليه. ده الظهر زي ما قلت لحضراتكم نص كابوتينيه ونص سن ابره وبينهم الفاصل واخد من المشجر. الزاويه خدناها لون فيراني، اللي خدنا الزاوية لون فيراني والجناب رصاصي. يعني طبعا اللي بيبص على الركنة بيعتقد ان هي لون واحد بس القماش معكوس، لا ده هي لونين، لون اسود فاتح او رصاصي قافل او فيراني بنسميه احنا فيراني برضو، ورصاصي فاتح. طبعا ركنة جميلة جدا ما شاء الله. ودايما بقول لحضراتكم ان الالوان بتبقى من اختيار الزبون، دايما الركنة من اختيار الزبون. الالوان بتاعتها بتبقى تنسيق الالوان بقى دايما من اختيار الزبون عشان يناسب الشكل عنده. ده زي ما قلنا ده بنقرب لحضراتكم الصوره اهو، ده الكابوتيني اللي في الصدر ده، ورجل نيكل برضو عشان التسييق مثلا لو ست البيت عايزه تسيق ولا حاجه. ده الظهر اهو مقسوم نصين زي ما بقول لحضراتكم. ده الكرمه الكابوتيني معمول فيها زرار نيكل اهو علشان يدي شكل برضو ويرسم الركنه. ان شاء الله الركنة من افضل الركنات اللي احنا عملناها في الفترة الاخيرة. تناسق الوان، بساطة وهدوء. وده الترابيزة زي ما بقول لحضراتكم، الدان حتى كمان برضو واخد رصاصي فيفراني مع الرخام، الوان جميل جدا ما شاء الله. في النهاية برضو طبعا احنا عاملين القماش ده جاكوار. الجاكوار طبعا الوانه بتبقى جميلة جدا وهادية، غير عكس الفايبر، عكس الهايبر اللي بيبقى فيه لمعة. كثافة الأسفنج 35 برضو زي ما اتعودنا مع حضراتكم. طبعا 35 ده ما بيريحش بسهولة يعني، طبعا في أعلى منه بس ده حسب اتفاقنا مع الزبون. 35 جميل جدا.